مزيان صراحة الله، كل شيء كان مزيان بالأخص الجول بونو تبارك الله عليه، حيت كل ما كان جوا ربينا العمر تبارك الله. ولكن صراحة كان الأداء ديالهم زوين، وتا كرواتيا راه فرقة اللي ماشي شي حاجة سهلة، راه صعيبة بزاف، والحمد لله بعدا ماشي تمارك عندنا مشينا تعادل 0-0. نقطة ثمينة من أول مباراة بالنسبة لضيف الحلقة اللي كان معنا اللي هو فريق كرواتيا وصيف كأس العالم تاع النسخة الماضية. هذا المستوى اللي قدموا مستوى تيشرف الكره المغربيه، والناس عندنا ماشي اداء ضعيف ولا شي حاجه، قدموا مستويات. نساو عليا الفراقي بلي تلعب هذه الفرقه لعب على اساس بلاده، نتمنوا منهم يكونوا رجال في باقي المباريات. نقطه امام هذا الخصم هذا راه ماشي سهل، عنده نجوم عالميين، وحتى حنا الحمد لله عندنا نجوم عالميين، نتمنى منهم يقدموا لنا المزيد في مباراه بلجيكا ومباراه كندا، ونتاهلوا من هذه المجموعه هاجي كبرميانين ولا كدوزيامين. كل شيء ايكوراجي كيشتي السعودي كيقدمات البارح واحد الاداء تيشرف الكره العربيه، وهاد الناس هادو حتى هما كانوا معنا رجال اليوم، ونتمناو منهم يكملوا على هاد الشيء اللي بداو. وديما كوكا نتمناو من هاد المغرب هذا يدير شي حاجه في هاد المونديال هذا، واحد راه بزاف ديال الانتكاسات في كاس افريقيا كاع اللي دازو ما درنا والو، ولكن مع وليد الركراكي كيتيبان لي راه بنا نديرو شي حاجه هاد العام هذا ان شاء الله. داك الشيء متكافئ، ولكن هما كالونا في الوسط، اوناحي ما كانش في النهار ديالو، كان الشونجمون تكون في بريمير ميطا يطلع اوناحي ويدخل لنا الصابيري، ولكن هانيه دابا المهم وقع والو، درنا التعادل في الماتش الاول، الماتش الثاني بنا نديرو شي حاجه ان شاء الله مع بلجيكا. المنتخب لعب مزيان الحمد لله، واخا ما حرفش الحظ ولكن تقاتلوا معانا، ما حسموناش واخا كاينه اخطاء، ولكن الحمد لله على رغم كل حال، وعنبقاو ديما نشجعوا المغرب وديما عنبقاو مغاربه حتى نموت. كلشي ممكن، كلشي ممكن، وديما خصنا نكونوا كنتوقعوا شي حاجه مزيانه باش ربي يعطينا شي حاجه مزيان، وما خصناش نطيحوا ببلادنا، خصنا ديما نبقاو هازين فيها الفوق. صراحه المباراه زوينه والله، وبغينا الفريق ديالنا المنتخب ينجح، ولكن صراحه ما حلفوش الحظ مع السويد وكرواتيا، وفرحانين بزاف. قبلها كانت رائعه، وكان احترام من الطرفين للخصم ديالهم، لا من المنتخب الكرواتي ولا من الطرف المغربي. واخا واحد الوقت كان في المنتخب المغربي اننا نصطاد واننا نمارك واحد الهدف، لكن اش يقول لك النتيجه تتبقى ايجابيه، وان شاء الله نتمنوا خير المقابله الثانيه اللي خصها لابد تكثف الجهد، لانه راه غادي تكون مقابله مصيريه. لا باش ما نقولوا راه المنتخب الثالث هو كندا وراه غادي نغلبوا وغادي ندوزوا، هذيك غادي الوغ ما تنعرفوا اذا راه المنتخب المقابله الثانيه غادي تكون مقابله خطيره، وخصنا ثلاثه نقاط فيها. او في الحقيقه الشوط الاول كان داكشي مزيان، وصلت الدقيقه 44 45 46 بدات السكور تيطلع وتهبط، واحد الوقيته في الشوط الثاني داكشي وديما كوكا. بلجيكا غنضربوها، كندا غنضربوها، ضروري ضروري ست نقاط كاينه. اقسم بالله تعطيات الله، والله تقصر على مزراوي، والله تقصر على مزراوي وديما ويدان. كانت مقابله مليئه بالاحاسيس صعيبه بزاف، دازنا الشوط الاول كان منتخب كرواتي متوفق عنا بدنيا، ولكن الشوط الثاني سير كراكي قام باش يعلم الدراري، حاولنا باش نجاريو مقابلة الشوط الثاني واخا كانت صعيبة أمام وصيف العالم بطل العالم كمنتخب كرواتيا اللي كان صعيب، كانوا متوفقين عندنا بدنيا، ولكن الرجولة ديال الدراري والوطنية خلاتهم باش يتوفقوا ويجيبوا التعادل، نتمنى إن شاء الله. مباراة بلجيكا وكندا، بلجيكا وكندا كنتمناو تاهم يتعادلوا، هادشي كنتمناو خير. الجماهير المغربية كانت سعيدة جدا بالنتيجة التي حققها المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الكرواتي بالتعادل بدون أهداف،
نقطة في بداية المونديال بإمكانها أن تعبد الطريق لأسود الأطلس لتجاوز دور المجموعات وإعادة سيناريو وإنجاز سنة 1986 في حالة ما تحققت نتائج إيجابية أمام بلجيكا وكرواتيا ضمن الجولة الثانية والثالثة من دور مجموعات نهائية كأس العالم قطر 2022.